أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج المجلة السياحية، نستعرض ونناقش أهم القضايا على مدار الأسبوع الماضي محليا وعربيا وعالميا. نخرج إلى فاصل ونعود بعده لاستعراض الأخبار لكن بالتفصيل. أهلا بكم من جديد، نبدأ الأخبار لكن بالتفصيل. أول خبر معانا بيتكلم عن المعرض الدولي للسياحة والسفر إنتور، تبدأ فعالياته اليوم وبيقام في العاصمة الروسية في الفترة بين 15 ل 18 من مارس الجاري، بمشاركة 1450 شركة بتمثل 148 دولة، وده بيقام تحت رعاية الحكومة الروسية وبيعد من أهم المعارض السياحية في العالم بعد بورصتي لندن وبرلين للسياحة. بيفتتح وزير السياحة هشام زعزوع الجناح المصري بالمعرض، وبتبلغ مساحته 350 متر مربع، بيضم العديد من الشركات والفنادق المصرية. يذكر أن روسيا حققت 2.4 مليون سائح في 2013، محققة بذلك المركز الأول في قائمة الدول المصدرة للسياحة في مصر. ومن روسيا لمدينة الغردقة، حيث شهد مطار الغردقة أمس وصول 6500 سائح من مختلف الجنسيات على متن 44 طائرة لقضاء أسبوع بالفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة وسفاجة. قال مدير مطار الغردقة إن حركة الوصول اليوم بتسير بشكل طبيعي، حيث استقبل المطار 38 طائرة دولية وست طائرات داخلية، مشيرا إلى أن أغلب الجنسيات من روسيا وألمانيا وهولندا والتشيك، وأضاف أن الحافلات السياحية تتوافد على المطار لاستقبال ونقل الأفواج السياحية بشكل طبيعي إلى الفنادق والمنتجعات السياحية. أصدر هشام زعزوع وزير السياحة قرار بمد وقف تأسيس شركات السياحة بجميع أنواعها مؤقتا لمدة سنة أخرى بتنتهي في مارس 2015 لعدم حاجة البلاد إليها في هذه الفترة. جاء القرار بناء على طلب من رئيس غرفة شركات وكالات السفر والسياحة ورئيس قطاع السياحة والمرشدين السياحيين وموافقة الاتحاد المصري للغرف السياحية على تمديد الوقت المؤقت. أثناء زيارته للولايات المتحدة، أعلن وزير الآثار محمد إبراهيم أن مصر نجحت بالتعاون مع السلطات الأمريكية المعنية في رصد واسترداد 8 قطع كاملة من الآثار المصرية، من بينها توابيت مصرية قديمة، وأن من المقرر وصول تلك القطع إلى القاهرة قادمة من نيويورك في غضون شهر، حيث سيتم إقامة احتفال كبير إثر عودتها. كما وقع وزير الآثار اتفاقيات مع الجانب الأمريكي لحماية الآثار ومنع عمليات السرقة والتهريب وبيع الآثار. استقبل مطار شرم الشيخ الدولي أولى رحلات شركة رويال فلايت الروسية القادمة من موسكو شرم الشيخ موسكو على متنها 223 راكب روسي الجنسية، ومن بينهم وكلاء شركات سياحة وإعلاميين لتسويق هذه الرحلة في روسيا. أكد مدير الشركة المنظمة للرحلة أنه من المقرر تسيير من 2 إلى 3 رحلات أسبوعية من وإلى شرم الشيخ خلال الموسم الصيفي 2014، بالإضافة إلى رحلات أخرى سيتم تحديدها لاحقا إلى مطري الغردقة ومرسى علم. بعد غياب 13 عام عن مصر، بتحيي الفنانة ماجدة الرومي حفلا فنيا بالأسكندرية متبرعة بأجرها دعما للسياحة المصرية في 20 من مارس الجاري، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة ومحافظة الأسكندرية. وقال رئيس هيئة تنشيط السياحة أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بالأحداث التي من شأنها الترويج للمقصد السياحي المصري.
قامت الفنانة الإيطالية المعروفة إيلينا بيرجيلادوري بجولة بين آثار مدينة الأقصر التاريخية أمس، وذلك في إطار زيارة لآثار الأقصر وأسوان بدعوة من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في إطار الجهود المصرية للتنشيط السياحي ومعالجة حالة التراجع السياحي في البلاد. في إطار الاتفاقية الموقعة بين شركات السياحة الهندية وهيئة تنشيط السياحة بشأن جلب المليون سائح هندي إلى مصر، التقى وزير السياحة هشام زعزوع مع رئيس مجلس إدارة شركة إيرلينك الهندية عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الهندية وشركة مصر للطيران وجمعية الصداقة المصرية الهندية بشأن تسيير خطوط طيران من كل من نيودلهي ومومباي إلى القاهرة بدءا من مايو المقبل، وذلك بمشاركة 14 شركة سياحية هندية. ومن مصر لإيطاليا، لكن أيضا فيما يخص التراث المصري، حيث قرر الرئيس الجديد للمتحف المصري في مدينة تورينو الإيطالية إجراء عمليات تجديد وتحديث بالمتحف بتكلفة تتجاوز قيمتها 50 مليون يورو. تستهدف عملية إحياء المتحف حماية الآثار ورفع عدد الزوار والذي يقدر حاليا بنصف مليون سائح، وإعادة اكتشاف مقتنيات المتحف والذي يقع على مساحة 12,000 متر مربع. من إيطاليا إلى الإمارات، حيث تتجه الحركة السياحية في إمارة دبي لمزيد من الانتعاش بسبب تدفق الأوروبيين على الإمارة بدلا من الوجهات التقليدية الأخرى في المنطقة، خاصة مصر وتونس اللتين كانتا تستقطبان أعداد كبيرة من الأوروبيين سنويا، في الوقت الذي صنف موقع بريطاني سياحي دبي في المركز الأول من حيث الوجهات الأكثر طلبا من قبل السياح البريطانيين خلال عام 2014. الخبر الأخير مشاهدينا الكرام عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي، والذي قال إن أزمة أوكرانيا حملت القطاع على تقليص توقعات الأرباح العالمية بمقدار مليار دولار في عام 2014. تتوقع المنظمة بجنيف أن تحقق شركات الطيران أرباحا تقدر ب 18.7 مليار دولار في العام الجاري، انخفاضا من 19.7 مليار دولار في العام الماضي. من المتوقع أن ترتفع التكاليف غير المتوقعة بمقدار 3 مليار دولار بسبب التوترات في القرم. نخرج إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام لنعود بعده ونفتح ملفنا الرئيسي والأساسي في هذه الحلقة، وهو عن تنشيط السياحة في أوقات الأزمات وكيفية التعايش مع هذه الأزمات وخطط الوزارة الجديدة لتنشيط السياحة في الفترة المقبلة. وانضم إلينا في الأستوديو الأستاذ إلهام الزيات الخبير السياحي، تابعونا بعد الفاصل.
متى تستطيع مصر أن تستعيد قوتها اللي كانت عليها في قبل 25 من يناير؟ قطاع السياحة هو مصدر أساسي من مصادر الدخل القومي، لكن خطط السياحة إيه جديدة للترويج في ظل أزمة التعايش مع الأزمات اللي احنا بنعيشها حاليا؟ كل هذه الأسئلة يجيب عنها الخبير السياحي ورئيس الاتحاد العام للغرف السياحية الأستاذ إلهامي زيات. مساء الخير. أهلا وسهلا فيك. يعني أبدأ مع حضرتك بفعاليات المعرض الدولي إنتور اللي هو في موسكو، والمعرض كمان لبورصة برلين اللي انتهى. إيه النتائج اللي حققتها مصر في الحدث الثاني اللي هو برلين؟ الحقيقة طبعا نبدأ ان انتور هيبقى ان شاء الله احسن من برلين لعدة اسباب. المفروض ان الفعاليات بتبدأ النهاردة، والسياحة الروسية مزدهرة الحمد لله، عكس طبعا برلين لان حصل حظر على شرم الشيخ، والحمد لله ما حصلش حظر على مصر ككل، ولكن على شرم الشيخ وشمال سيناء. فاللي بننتظره من فعاليات معرض انتور في موسكو، وفي بعديه معرض تاني بعديه لمدة 3 أيام، هو انتور ده بيعمله الحكومة، في بعديه معرض آخر بيعمله القطاع الخاص، فاللي بيسافروا بيحضروا المعرضين ورا بعض. نرجع بقى لمعرض برلين. الحقيقة معرض برلين كان أكبر مرة يكون فيه عارضين مصريين، وللأسف ما كانش فيه مشتري. حضرتك كمان تسلمت جايزة لأحسن فيلم عن الحوافز، سياحة الحوافز. الحقيقة ده احنا عملنا مجموعة أفلام كاتحاد مصري للغرف السياحية مع غرفة شركات السفر والسياحة وغرفة المنشآت الفندقية. جمعنا صور حقيقية من أحداث حصلت فعلا، وعملنا 4 أفلام، واحد للسياحة التقليدية، واحد لسياحة الحوافز، وسياحة الغوص، والرابع لسياحة الصحراء. نعم. اللي تقدمنا بيه أو اللي تقدمت بيه مكتب تنشيط السياحة في ألمانيا مشكورين، أنا ما كنتش عندي علم خالص، هو كان الفيلم معايا فهم قدموه، فالحقيقة خد المركز الأول، وده طبعا شهادة إن سياحة الحوافز في مصر بتدي بعد غير متواجد في أي بلد في العالم. نعم. إن عندنا أماكن اللي اتصورت دي حاجات أحداث حصلت فعلا في المعابد وفي منطقة الأهرامات وفي كأمسيات وكغدوات وفي منطقة القاهرة الفاطمية، يعني في حاجات مش موجودة، لو لفينا العالم مش هنلاقي حاجات زيها موجودة. فطبعا احنا كنا سعداء ان احنا نلنا هذه الجائزة، وبالذات انها واقعيه، يعني مش حاجات صور بس، فيها ناس قاعده، فدي اللي خلت الحاجه تبقى حيه. وبعدين كان قصير جدا، لان طبعا الناس النهارده احتمال انهم يتفرج على حاجه اكتر من 2.5 دقايق غير موجود. نعم. فاحنا ساعات بنطول في الافلام، وده غير مطلوب النهارده. أستاذ إلهامي اسمح لنا بس، هينضم إلينا السفير محمد البدري سفيرنا في روسيا. مساء الخير سيادة السفير. أهلا، مساء الخير يا فندم. حضرتك ممكن تكلمنا عن الحدث